المكتبة مع حضراتكم مصطفى جابر. احنا دلوقتي من قدام المنزل الذي شهد جريمة قتل بشعة جدا، وهي قتل زوجة لزوجها ثم تقطيعه لثلاث أجزاء، فصل الرقبة وتقطيع الجسم لنصين، وبعد كده اترمى في أحد الأسرف. احنا في منطقة قليوب البلد تابعة لمحافظة القليوبية. ده البيت اللي حصل فيه الجريمة. الزوجة والزوج كانوا ساكنين في الدور الأرضي اللي هو شباكهم أخضر، بابهم أخضر، ده هو الشباك الأخضر ده. زي حضراتكم شايفين البيت كله يعني بقى فاضي مجرد ما الجريمة حصلت. سكان الأدوار الأول والتاني كل واحد ساب الشقة بتاعته، ومعانا أحد الجيران هيحكي لنا أكتر عن الواقعة وعن سلوك الزوج والزوجة. اتفضل يتفضل معانا. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بيك؟ ياسر سعداوي، جار المتوفي أيمن. تمام، احكي لنا بقى يعني ايه اللي كان بيتردد عن الزوج والزوجة؟ اللي اعرفه عن الزوج كان راجل بيجي من شغله بيقعد قدام البيت هنا، كلام سليم، بيحصل اي مناقشات زي راجل ومراته في اي بيت، كلام سليم. طبعا هم كانوا بيخرجوا بيقعدوا في حته هنا في السويقه عندنا هنا ناحيه المزدان من بره من قليوب. الحته دي طبعا بتبقى سوق فيها اطفال وفيها مراجيح، كان برضو ممكن يتشاكل مع حد، اما هو ملوش مثلا اللي يأذي حد، هو ممكن مشكله بسبب عيل صغير في الشارع اكتر من كده. عن ايمن مفيش. حضرتك يعني صاحبه قوي؟ لا بس صاحبه جاره في الشارع اهو. البيت اهو حضرتك اهوت، اه البيت بتاعه اهوت اللي جنب التوك توك ده حضرتك، ده بيت انا. ده بيت حضرتك. اه حضرتك قريب من وده بيت ايمن اهوت، وبيجي الراجل بيقعد معانا، وكان ساكن اللي اعرفه عني كان ساكن في شقتي انا من 7 سنين، يعني كان ساكن في نفس البيت ده عندي انا من 7 سنين، زي يعني عشيرته في قلب البيت اللي انا قاعد فيه، كنت معاده في الدور الارضي. طب هو فعلا كان متردد ان هو بيضربها كتير؟ مشاكل عائليه بالزقيق. انا عشان دخلت حضرت له مشكله مثلا بيضربها؟ لا، هو ممكن زي اي راجل ومراته، كلام سليم. طبعا هو كان بيعز عياله من اللي احنا بنشوفه، بيخش بحكم اللي انا كان هو ساكن عندي في قلب البيت، كنت بشوف اللي بيجيبه لاولاده ايه، اللي انا قاعد في التاني وكان قاعد في الارضي، كلام سليم. طبعا دي كانت شقه بنته في الاصل اللي هو مات فيها، ما كانتش شقته هو، بنته طبعا كانت حرقت نفسها. طبعا قعدوا بسين من العقد مكان بنته، كلام سليم، اللي هو في البيت ده بتاع راجل اسمه عم رجب، راجل محترم مؤذن جامع، يعني البيت بتاع مؤذن جامع كمان، الجامع اللي هو ورا الشارع ده حضرتك، كلام سليم. اتفوجئنا لقينا حكومه اليوب داخله بالعربيه كلها علينا، الناس كلها طبعا اتصدمت عشان الشارع مش متعود على حاجه زي كده. اتفوجئنا قالوا في قضيه قتل وهي داخلين مكلبشينها في ايه، قالوا قطعت رقبه جوزها وفصلت الجزء التحتاني والجزء اللي فوق على 3 اجزاء. طبعا الشارع كله اتصدم حضرتك زي ما انت شايف كده، مفيش اطفال في الشارع خالص. انت دخلت الشارع حضرتك، الشارع ده من 20 يوم او من حوالي 25 يوم بالظبط كده كنت تخش تلاقي الاطفال دي قاعده قدام البيوت. دلوقتي الاطفال بتعدي خايفه تعدي من هنا، كله بيعدي بيجي من ورا حضرتك. اللي وراك ديت بنتي الصغيره، ديت بنتي اللي جايه ديت، بقت تخاف تجي لي عند المعرض اللي انت قابلت حضرتك عنده، بتخاف تجي لي، بتلف لي من ورا مكان حضرتك كده انا جيت لك. اما هو زي ما انت شايف كده الشارع كله كده. وايمن دوت عشان اللي يقول لك ثوابي، لا اطلع حضرتك الاسم وهات تهمات ايمن كبير. ايمن كانت خناقه، يقف لا مؤاخذه في جنينه في قلوب المحطه يعمل مشكله فيها. ماشي، ما ده يعتبر ثواب، دي حاجه يعني هو دي حاجه كده. انا مش هكذب على حضرتك، انا عشان هو عمل مشكله صغيره مشكله كبيره، هو انا عشان عمل في حاجه تاذيه او عمل فيها هي حاجه عشواد حد شاب عينه اللي يتعمل فيه حاجه زي كده، لا حرام. طب هي كانت حاولت تسمه قبل كده؟ ده سمعنا السنه اللي فاتت، سمعنا وهو كان قايل لناس انا اعرفه من الناس ديت، لو انا اختفيت عن البلد تعرفوا الست دي سبب وفاتي. الناس دي من عند منطقه اسمها سيدي عبد الرحمن جوه اليوب، ناس قريبه منه، وحتى لو شافوا اللقاء ممكن يطلعوا ويتكلموا بنفس الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. يعني هم لما حاولت تسموا قبل كده قال لهم ان انا لو اختفيت يبقى مراتي قتلتني. يبقى مراتي قتلتني ليه؟ هو خرج من المكان دوت بسبب حاجه زي كده، ورجعوا لبعض تاني عشان في ما بينهم محمد ابنه صغير عنده بتاع حوالي 8 سنين كلام سليم، وعنده برضه عيله متجوزه ومخلفه، وعنده عيله متوفيه في نفس الشقه دي ميته محروقه،
برضو. طب اللي كانت يعني كان في اقوال بتقول ان بنته هي اللي كشفت له موضوع السم ده وبتاع. ده بص ده اتقال في الاول بس لما حصل تحقيق. بنته مين بقى اللي هي ماتت ولا اللي هي لا بنته موجوده؟ ده اللي ماتت دي بقى لها بتاع سنين. يعني اللي موجوده هي اللي كشفت كشفت له حوار ان هو ان مراته هي اللي هت اللي لا هم قالوا كده في الاول والحكومه لما خدتها حققوا معاها وخرجوها، معنى دلوقتي خرجوها يبقى الكلام عند الثلاثه اللي هم محبوسين دلوقتي. يعني جوزها كان شريك في الجريمه؟ جوزها محبوس واخد استمرار ومحترفين على بعض الثلاثه، يعني جوزها محبوس في اسم قليوب عندنا. مين الثالث؟ الطرف الثالث ده مين؟ الطرف الثالث ده حد يعني كده خلينا نعرف بس اطراف الواقع. الزوجه جوز بنتها والطرف الثالث ده مين بقى؟ شغال معاهم على العده بتاعتهم اللي هي المراجيح والحاجات ديت. اسمه روميه مسيحي هو. تمام. يعني هو ده الشخص الثالث. ده الشخص الثالث وده اللي احترف قدام النيابه قال لك انا اللي فصلت اتنين. طب تمام. ليه حضرتك من وجهه نظرك شايف ايه اللي يخلي موضوع زي كده يوصل يعني يوصل لكده؟ يعني هل في ناس في اقوال بتقول ان ده بسبب الخناقه على المراجيح؟ بص حضرتك انا كلنا مصدومين في الشارع هنا. ليه مصدومين؟ ليه؟ لما يكون انت عارف اتنين ما فهمش وصفه اللي هم مثلا يعملوا حاجه زي كده ببعضهم، دي حاجه تحيرك انت. احنا في الشارع هنا كلنا متحيرين. ليه؟ اللي ما فيش ولا هو كنا نتوقع ان هو يعمل كده فيها ولا هي انا كنا نتوقع تعمل كده فيه. يعني الاسباب دي ما يعلمها الا الله. ام عشان يتقطع بالطريقه البيضاء؟ كان في مشاكل فعلا على مراجيح والكلام ده؟ كان في مشاكل، كان في مشاكل وهو الحاجه بقت باسمه. وليه بيت ورا هنا حته مبنيه عشوائي باسمه برضه؟ هي بقت باسمه بسبب ان يعني هو في برضه يعني حاجات بتقول ان هي لما سمته وهو عرف خلاها تكتب حصل يعني. طب لا اقول لي بقى كده يعني حضرتك هو فعلا لما اتسم وقام وفاء قعد ناس وخلى العده دي عشان هو طبعا هو الراجل هو اللي كان بيقوم على العده، هو اللي كان بيفرشها، هو اللي كان بيعمل كل حاجه. بقت العده دي بقت باسمه ودي حاجه حقيقه، كتبت الحاجه باسمه والبيت اللي كان هناك برضه كان باسمه. يعني هي كتبت باسمه بعيد عن ان هو يعمل فيها محضر او حاجه عن لا بالظبط كده. قعدوا قعده وديه وكتبوا كل حاجه ورجعوا طلقوا من بعض ورجعوا ردوا بعض وكده. تمام. يعني المراجيح هي السبب في ده اللي انا اعرفه. اللي هو كان بسبب العده عشان العده دي تعملها زي 120 الف جنيه حسب ما نسمع منهم هم ليهم اضرب باسعارها اللي هي كذا كذا لعبه وكذا مرجيحه وكده تعمل مبلغ، كان الاختلافات على المبلغ ديت يعني وكده. ده اللي انا اعرفه. اما عشان مثلا هو حد يقول لك اللي هو يستاهل اللي اتعمل فيه صعب، احنا ما شفناش منه حاجه وحشه ولا مثلا خدها عذبها في الشارع قدام الجيران اللي واقفه دي كلها سالها خبط على بيت ولا عذبها ولا حد شاب عينه وهو مثلا بيضربها ضرب اللي هي مثلا تديله ضربه سكينه، لا دي حاجه مترتبه له كده بقى اللي هم يخلصوا منه خالص. ليه؟ اللي احنا سمعناه مخلي زي ما انت شايف الشارع كده كله خايف. ليه؟ العيال الصغيره كلها خايفه. مثلا احنا كنا عمرنا ما نسمع حاجه زي كده عندنا هنا اصلا. تمام. قبل ما يختفي هو اختفى يعني امتى بالظبط؟ هو بص هو يعتبر ايمن اختفى أربع أيام أو خمس أيام، يعتبر أيمن اختفى أربع أيام أو خمس أيام كلام سليم ولعناها الحكومة داخلة وهي معاه. يعني هم ماتوا خمس أيام بعد ما ماتوا في قلب المكان ده اللي هيجنننا إحنا. اللي هم دخلوا كانوا داخلين خارجين وهو مات في قلب نفس المكان دوت خمس أيام أو ست أيام. يعني حصل ده إمتى بالظبط؟ تفتكر حضرتك فيهم إيه؟ بص هو أيمن اختفى الأربع اللي فات اللي وراه. يعني ايمن اختفى الاربع اللي فات لا اللي وراء ده الاختفاء. ليه؟ اللي انا بقول لك ايمن اختفى كده اللي ايمن كان ابنه عيل ضربه على باب الشارع بره هنا كان واقف معايا انا، كان واقف معانا شخصيا ست هنا كان واقف معاه على باب الشارع بره هنا وقال لها ابني زعلك في ايه وكان واقف بيتكلم. لما شدوا مع بعض قلت له يلا يا ايمن اتكل على الله انت وخلاص خد ابنك معاك. ده خلى الاربع اللي فات اخر مره شفت الاربع اللي فات لقيت يعني كده دخلنا كده ايمن مختفي كده. يعني النهارده حضرتك ممكن نقول ايه يعني زي 10 ايام بالظبط او 12 يوم بالظبط كده عشان ايه نبقى بعديها تسال عليه تتكلم يعني هو فين ايمن فين. بص ليه احنا متعودين اللي ممكن هم يختفوا بحكم شغلهم. ليه شغلهم ده ساعات بيطلعوا ايه شغل مولد بيباتوا بره. متعودين احنا على حاجه زي كده حضرتك اللي هم مثلا ممكن يطلعوا مولد كلام سليم. المولد ده بيقعدوا فيه بالثلاث ايام
يعني متعودين على ايه؟ ان هو يبات بره البيت. وليهم بيت كمان كان غير ده كانوا بيباتوا فيه. ليه؟ يعني هو لما اختفى يوم 4 تقريبا يوم 8 ايوه ما عادي هو بالظبط كده. احنا اتفوجئنا بعد اخفائه بست ايام اللي الحكومه جايه قبض عليها. طبعا الشارع كله مستغرب اللي انت ازاي ده اتوفى هنا ولا مؤاخذه الكلب دخل مع الحكومه الاماكن اللي هو اتذبح فيها واتقطع فيها وانت داخله نايمه جوه انت وبنتك ده ازاي؟ طب بنتها كانت عارفه؟ طبعا طبعا بنتها اصلا هي دي اصلا كانت شايف بنتها اللي اتوفت وكلهم عايشين هنا مع بعضهم هنا وخارجين داخلين قدام الناس في قلب الشقه ديت. امال السكان اللي فوق كلها مشت من البيت ليه؟ ده مش موضوع السكان كلها البيت كله في بقى فاضي اهو. عم رجب حتى تعبان بيعمل عمليه صاحب البيت وما عندوش اولاد. هو كان مسكن الايه؟ كان مسكن الدور الارضي والدور الثاني. لما حصلت الكارثه في الدور الارضي ديت راجل لسه متجوز ما كملش سنه ونص خد بعضه وخرج هيقعد يعمل ايه؟ مين هيسيب مراته البيت زي كده؟ بس كان انا في البيت الثاني وعيالي على خايفين مش هكدب على حضرتك. تمام متشكر لحضرتك جدا. شكرا شكرا لله شكرا لله. لا شكرا لله احنا تحت امرك وبنقول الحاجه بما يرضي الله يعني. شكرا لله يا ريس شكرا لله. شكرا لكل متابعي اليوم السابع كان معكم مصطفى جابر.